أهلا بكم. ممكن تتجنب الإمساك عن طريق اتباع بعض النصايح البسيطة والعادات الصحية، زي مثلا أن أنت تشرب كمية كافية من المية، لأن شرب المية بيساعد في تنظيم حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم. كمان تتناول الألياف الغذائية، لأن الألياف بتساعد على تحسين عملية الهضم وزيادة حجم البراز، مما يجعلها أكثر سهولة في الخروج. تالت حاجة ممارسة الرياضة، لأن ممارسة الرياضة بتساعد على تحفيز حركة الأمعاء وتحسين الدورة الدموية في منطقة البطن. ورابع حاجة تتناول وجبات صحية ومتوازنة، لأن بيساعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف والمية والفيتامينات والمعادن على تحسين عملية الهضم وتقليل فرص الإمساك. كمان يجب عليك أن أنت تتجنب الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات، لأن الأطعمة دي بتتسبب في إبطاء عملية الهضم وزيادة فرص الإمساك. تجنب كمان التأخير في الذهاب للحمام عند الحاجة، لأن يجب الاستجابة لرغبة الجسم في الإخراج بأسرع وقت ممكن عشان ما تزيدش فرص الإمساك. وفي حالة استمرار الإمساك وعدم الاستجابة للنصايح اللي قلناها، ينصح بالتحدث للطبيب لتقييم الحالة وتحديد العلاج المناسب، خاصة لو كانت الأعراض مصحوبة بألم أو تورم في البطن أو نزيف في المستقيم. شكرا لحضراتكم.